السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لجميع الناس في العالم أنهم يكونوا بخير وعلى خير. بغيت نشارك معكم الأجواء ديالنا في مدينة نيويورك، كيفاش أثر هذا المرض على شوارعها. هي المدينة التي يقال عنها The city that doesn't sleep، يعني المدينة التي لا تنام ولو أننا في عز النهار، ولكن حتى السيارات ما بقاوش كتار في الشارع لأنهم خرجوا قرارات أن فقط الناس اللي تيديروا أشغال أولية ومحتاجين إلى الناس دابا يقدروا يخرجوا. لابد نقول لكم تشوفوا الله سبحانه وتعالى القدرة ديالو، يعني احنا ما محتاجينش الفيروس باش نعرف القدرة ديالو، ولكن هذه التجربة تتعزز لنا بحلا تنشوفوها واقعيا، واخا احنا تنأمنوا بها في القلب وتنأمنوا بها عقلا، ولكن دابا تنشوفوا الله سبحانه وتعالى تيخلي اقوى الاشياء تمتثل ليه في رمشة رمشة عين يعني. وفي اضعف الخلق، يعني حتى العلماء يقولون أن الفيروس هو كائن غير حي إلا إذا دخل في خلية حية، فهو تستعمل الآليات الخلية باش تتكاثر. فأنا أطلب العافية لجميع الناس في الدنيا، و يعني هذا المرض كذلك خلى الناس تجلس مع بدياتها في الدار وتقربوا أكثر من قبل، لأن إن شاء الله ناخذ هذا الوقت باش نديروا الخير مع الأهل ديالنا ومع الناس اللي في حاجة. مش بالضروري أن الإنسان يبين هذاك الشيء اللي تيدير، ولكن الأهم أنك تفكر الناس اللي ما عندهمش وتدير الخير، لأن الله سبحانه وتعالى تيمتحنا كما تيعطيك واحد العطاء في الدنيا، وانت الحاجيات ديالك يعني مكتفي بهم. أنا بعدا كاين اللي أثر فيا هو الفيديوهات اللي تنشوف الناس مساكن تيقولك ما عندناش ما ناكلو في المغرب. هذا تألم القلب، يعني إنسان ما قادرش يجلس في داره ويحمي نفسه على الأقل. إحنا نؤمن بالقدر خيره وشره، ولكن ما قادرش يجلس في داره حيث ما عندوش الإمكانيات باش يشري أبسط الأشياء. ونتمنى كل جار يشارك مع جاره ويقلب عليه ويشوفه، اللي عندك بكية سكار عطيه نص بكية ماشي مشكل، الله سبحانه وتعالى يجعل لك البركة فيها. وهذه هي الفعل ديال الصحابة وديال الصحابيات ديال عائشة وديال ماما. أنا يعني لما جيت هذيك المرأة بالبنتين عندها ولم تجد عندها أي شيء، أعطتهم عائشة قسمت عليهم تمرة. احنا خصنا ناخدو الدين ديالنا ماشي غير كلام، حيت بزاف الناس يستعملوا الدين لاستغلال نفسي ولا حاجة في نفسهم، ولكن احنا خصنا نطبقوها في الحياة ديالنا وديال بصح، وماشي غير على كورونا، على اي حاجة تبقى في الحياة الانسان خصو يشارك داكشي اللي تعطيه الله، وما يبقاش شادو بحال راه شاد. الدنيا راهي زائلة، والإنسان ما يكونش يتغلغل في الحياة الدنيا، يعني تيولي خصو يمشي ياكل برا ويلبس أحسن حاجة ويدير لأنه إنسان مادي، تيولي مادي وتيفقد علاقته بالآخرة وبالله شيئا ما، لأن الإنسان تفكر في الله
الماديات ما تنظنش تبقاو عندهم معنى عنده، حيت يفهم الماديات هي وسيله عيش باش انسان يعيش حياه حميده ماشي مبالغ فيها. انا نتمنى لجميع الناس الصحه والعافيه، واننا نستغل هذا الوقت باش نكونوا احسن ونصلحوا نفسنا. يلا السلام عليكم.